اهو انتوا بقى بالخوص دي محمين، محدش يضمن حد يهدف حد بطوبه، خناقه بشومه، طلقه طلقه. ده بيقول طلقه. امال ايه طبعا يعني؟ انت فاكر ايه؟ وانت بقى اللي في رجلك دي طلقه ولا حادثه عاديه؟ لا انا رجلي دي حادثه عاديه. نازل غرفه 8 كان خارج من الاوضه بالموتوسيكل وما كانش شايفني. خارج من الاوضه بالموتوسيكل؟ طبعا. امال هيخرج من الاوضه على رجله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فار فار. لا لا ما تقولش الكلام ده. شفته والله فار. انا شفته زي زيك. ما تقولش الكلام ده هنا. ما تضيعش هيبتنا وبين خيبتنا. امسك نفسك. ايه ده؟ ماشي ماشي فار. ماشي مش مهم. ماشي تعال نكمل بقى اللفه بتاعتنا. ويا ترى بقى الاوض من جوه هنا الحاجات لكجيريس كده ولذيذه. شوف انت لسه هتخبط؟ افتح على طول. انت مش غريب يا رياسه؟ مش غريب انت عبيط ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اول مره تبقى مدير فندق؟ تخبيط له اصول. احنا بنخبط كده بالراحه وبنستنى 20 ثانيه. لو الجست ما فتحش بنضطر نفتح احنا. ليه؟ لان الجست ممكن يكون في خطر. او الجست ممكن يكون هو نفسه خطر. احنا اسفين جدا على الازعاج. الله ينور. انجوي يور ستي. انجوي يور ستي ايه ونيله ايه؟ انت بتكلم سواح؟ دول حراميه صيه. هنعمل ايه يا جميل؟ ما انت عارف الجست دايما على حق. كاس الفكر؟ هو عايز ايه؟ ايه ده؟ ده مش مطعم، ده سجن. والناس دي فعلا لازم تروح السجن. واولهم انت يا صفوت. وبعدين هما بياكلوا بايديهم ليه؟ مفيش طقم معالق وشوك؟ كان في من 17 سنه بس اتقلبوا. ياكلوا بايديهم امن. امن؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خدعت يا وسيم. خسرتك من سريتي. مصيبة مصيبة والله العظيم. مستر صفوت نرسيه قوي على اللفة الجميلة دي. عليه يا رياسة. ده انت تأمرني. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. معلش بقى تأمر لنا بشوية طعمية سخنة، شوية بطاطس محمرة كده حلوين، ولو في بقى بتنجان مقلي وشوية ترشي تقدم استقالتك وتحطها لي على المكتب. حط لي طحينة مش على المكتب، على الطعمية. اتفضل. احنا اتفلقنا يا جميل، اتفلقنا. ده مش فندق، ده وقع عصابة. المكان ده محتاج مدير أمن فورا. ناويني البتنجان ده؟ خد يا سيدي البتنجان. محتاجين مدير أمن إيه ونيلة إيه؟ دول محتاجين مديرية الأمن كلها. أنا مش عايز أقول لك إن أنا جميل الشبح خايف متوهوش. ناويني البيضة اللي عندك دي. اتفضل أنا وشي. شكرا. يا ترى في وظائف خالية؟ إيه ده؟ بسيوني؟ أيوه بسيوني. خير؟ إيه اللي حدفك عندنا هنا؟ إيه اللي جابك الحمام؟ زهقت بقى من تحكمات ميسز إسراء وطريقة مستر مالك، فقلت أقدم استقالتي وأخلص منهم. يا سلام، يا سلام على الفراسة. أنت تستقيل من الفندق اللي صاحبه مستر مالك، وتيجي هنا برضه للفندق اللي صاحبه مستر مالك. لا، دي نقرة ودي نقرة. هناك إسراء، لكن هنا مستر وسيم. أصيل يا بسيوني، أصيل. يا رجالة أخيراً اتجمعنا مع بعض. يلا نكتب سطر جديد في حياتنا.